عالم الألعاب قاعد يكبر بشكل ملاحظ، كثير مستثمرين وشركات ضخمة قاعدة تحاول تدخل هالعالم وتكبر فلوسها فيه، وهذا الحكي مش بس بأمريكا واليابان، حتى دولنا العربية قاعدة تدخل بهذا المجال بقوة، وصرنا نشوف مطوري ألعاب من السعودية والإمارات والأردن والمغرب وغيرها، بالإضافة لزيادة كبيرة في المشاهدات على المحتوى الألعاب العربي. صار عندنا كثير مراجعين عرب لهم جمهور وعندهم خبرة في المجال، بالإضافة إلى صناع محتوى كبار سواء ستريمرز أو شرح أو تختيم ألعاب وغيرها من الأمور. عشان هيك قررت أشتغل على مشروع جديد، بس قبل ما أحكي لكم لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. كلنا بنتابع تقييم الألعاب اللي بنحبها وبنكون متحمسين لإطلاقها. التقييم كثير بفيد الناس عشان ما ترمي فلوسهم بشيء غير مناسب إلهم. أصدقائنا اليوتيوبر العرب ما قصروا في هذا المجال واشتغلوا على سنوات طويلة ليكبروا محتواهم ويقدموه على أفضل شكل. اليوم جاي أحكي لكم على مشروع صار لي فترة شغال عليه وأطلقته قبل أيام، والسبب اللي مخليني بدي أحكي عليه إنه في فايدة لمجتمع الألعاب العربي. قبل كم يوم أطلقت موقع نقاد الشرق الأوسط مي كريتكس، اللي بحاول من خلاله أجمع للناس كل آراء المراجعين العرب اللي بتخص الألعاب، وبنفس الوقت بقدم للناس إمكانية إضافة آراءهم في الألعاب. هذه هي الصفحة الرئيسية للموقع، راح تعرض لكم أحدث الألعاب اللي تم إصدارها، بالإضافة لأفضل 3 ألعاب من متوسط تقييمات المراجعين العرب، وراح تشوفوا آخر المراجعات اللي تم نشرها هون تحت. وإذا دخلنا على Resident Evil 8 كمثال، تقدروا تتعرفوا على اللعبة بشكل عام من الكلام اللي مكتوب هون، وراح تعرفوا العمر المناسب للعبة حسب التقييم السعودي للأعمار، وراح تقدروا تقيموا اللعبة بنفسكم أنتوا كلاعبين، وهاد دوركم لتوصلوا رأيكم للناس، لأنه في كثير ألعاب انتقدوها المراجعين واللاعبين استمتعوا فيها، والعكس صحيح برضو. المهم عشان تقيموا اللعبة لازم تعملوا حساب في الموقع، وهاد جدا سهل، مجرد ما تسجل اسمك وإيميلك وتختار باسورد بتكون عضو رسمي معنا وبتقدر تشارك في كل لعبة. لو تنزل لتحت شوي بتلاقي المراجعين اللي تم اعتمادهم في موقع مي كريتكس، وبتقدروا تدخلوا على مراجعاتهم مباشرة عن طريق الضغط على كلمة اضغط هنا، وتحتها في خانة اسمها منوعات، هاي حنعرض فيها فيديوهات جميلة بتخص اللعبة مثل شرح القصة أو تختيم للعبة أو صيد جوائز وغيرها من الأمور ليوتيوبرز مشهورين في المجتمع العربي. الباب واسع فيها وبنقدر نضيف أي فيديو للعبة بنشوفه مفيد للناس. إذا بتنزلوا تحت كمان هون بتقدروا تضيفوا تعليقاتكم على اللعبة، إذا عجبتكم اللعبة أو حابين تحطوا ملاحظات أو تشتكوا من بعض الأمور، كل شيء بتقدروا تضيفوه بالتعليقات هون، وبتقدروا تردوا على الناس المعلقة وتناقشوهم. هيك بكون شرحت لكم فكرة عامة عن الموقع. الموقع مش عبارة عن اختراع من العدم، في مواقع أجنبية عاملة هيك، بس حبينا يكون في موقع عربي بيجمع المراجعات العربية فقط، ويكون سبب في تطور عالم الألعاب في الشرق الأوسط ومساعدة صناع المحتوى في نشر مراجعاتهم أكثر للناس، خاصة أنه عن طريق موقعنا بتقدروا توصل لمراجعاتهم سواء كانت على اليوتيوب أو موقع أو إنستغرام أو تويتر أو أي مكان ثاني. أتمنى تكون عجبتكم الفكرة، وأتمنى منكم تدخلوا الموقع وتعملوا حساب وتشاركوا الناس رأيكم في الألعاب عشان الكل يستفيد من خبرات الكل، ولا تنسوا تنشروا الموقع لأصدقائكم، وإذا عندكم أي تعليقات أو اقتراحات كلها مرحب فيها. كان معكم عماد من ليفل أب، في أمان الله.